مشاهدينا الكرام صباح الخير، بحييكم ووصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا في فقرتنا النهاردة الكاتب الصحفي الدكتور بشير عبد الفتاح. دكتور بشير منورنا. أهلا بحضرتك يا أستاذ رشا وبالسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك. خلينا نبتدي جولتنا الإخبارية بخبر إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء اليوناني على الفوز الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يونيو الماضي، وأكدت نتائجها ثقة الناخب اليوناني في شخص وسياسات رئيس الوزراء. كما أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص. دكتور بشير، خلينا نتكلم على مصر واليونان، دولتين نعتبر جارتين، تعاون يعني وثيق في مجالات اقتصادية عدة، تعاون وثيق في مجالات سياسية أخرى، وبيظهر هذا التعاون في اللقاءات والاتصالات المتبادلة ما بين الرئيس ورئيس الوزراء اليوناني. كيف ترى هذه العلاقات والعمل على الوحدة أكثر بين دول بحر المتوسط، خاصة ما نتعرض له هذه الأيام؟ خلينا نشير في البداية إلى أن العلاقات المصرية اليونانية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ. يعني مصر واليونان منذ ما قبل التاريخ وهناك علاقات وثيقة، وبالمناسبة كانت العلاقات على أكثر من مستوى، مش بس علاقات عسكرية أو اقتصادية، وإنما كانت علاقات ثقافية. نعم. كان حتى تعاون في مجال الفنون ما بين الدولتين. ظلت العلاقات ممتدة، ويحسب لليونان أنه أثناء تأميم قناة السويس عام 1956 كل البحارة اللي كانوا بيديروا قناة السويس من جنسيات بريطانيا وفرنسا وغيرها انسحبوا من القناة، وبقي اليونانيون لتعليم البحارة المصريين إدارة القناة، ونجحوا بالفعل. إسهام اليونانيين في الفنون المصرية، في السينما على سبيل المثال، في المسرح، في صناعة السينما، في الإنتاج، في الإخراج، في الفن المصري بكل ألوانه، هناك إسهام واضح. الجالية اليونانية لحد النهاردة موجودة بشكل قوي في اسكندرية تحديدا، في اسكندرية، عندنا في المنصورة، عندنا النادي اليوناني كمان في المنصورة، كمان في نادي يوناني، نادي يوناني على البحر، كنا دايما نروح الحقيقة. فاليونانيين لهم حضور أساسي في مصر. الرئيس السيسي عمل إنجاز من ضمن إنجازات متعددة للرئيس في السياسة الخارجية، إعادة اكتشاف البعد المتوسطي في السياسة الخارجية المصرية. نعم. يعني برغم أنه البحر المتوسط مصر دولة متوسطية، إلا أنه كنا بنهتم جدا بالعلاقة مع أمريكا، كنا بنهتم جدا بالعلاقة مع الشرق، مع أفريقيا، لكن كان الجانب المتوسطي مهمل في 30 سنة الأخيرة. الرئيس السيسي أعاد تسليط الضوء على البعد المتوسطي من خلال الاقتصاد الأزرق، إزاي نستفيد من البحر المتوسط سواء في الملاحة، سواء في أعمال الصيد، البحث عن الثروات، الغاز، النفط. وكان لليونان وقبرص نصيب مهم في هذا المضمار. قمنا بترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، اكتشفنا أبار للغاز وللنفط، تعاون حتى وصل إلى المستوى الأمني والعسكري. النهاردة في مناورات عسكرية مشتركة تتم بشكل دوري بين مصر وقبرص واليونان، هناك تنسيق في مجال محاربة الإرهاب. اليونان وقبرص دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بيلعبوا دور محوري في توضيح وجهة النظر المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا البعد أصبح مفيدا للغاية. النهاردة في ربط كهربائي ما بين مصر والاتحاد الأوروبي عن طريق اليونان. النهاردة مصر بتزود الاتحاد الأوروبي بالغاز بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وبحث الأوروبيين عن بدائل الغاز الروسي. اليونان وقبرص هي المعبر، نحن نحصل على غاز قبرص، نقوم بتسييله في مصر في إدكو ودمياط، ثم نقوم بإعادة تصديره مجددا إلى أوروبا. وبالتالي البعد المتوسطي في السياسة الخارجية المصرية يعني أدى إلى إحداث نقلة نوعية في هذه السياسة، وتحقيق مصالح اقتصادية وأمنية واستراتيجية مهمة للدولة المصرية. طب خليني برضو أجي على جانب آخر في هذا الخبر، ألا وهي يعني هناك خلافات ما بين اليونان وقبرص وتركيا. نعم. لكن مصر قدرت أنها تكون يعني خليني أقول وسيط أو رمانة ميزان
ما بين الخلافات، يعني احنا الحمد لله دلوقتي ما عندناش اي خلافات مع تركيا، بالعكس خلاص ابتدينا تطبيع تام، تطبيع تام وتبادل السفراء وبقوا موجودين في علاقات قويه مع اليونان وقبرص، وما زال الخلاف موجود ما بين الاثنين يعني حتى، لكن مصر قدرت انها تعمل هذا التوازن ازاي؟ انا سعيد ان حضرتك في البدايه قلت ان مصر ما عندهاش مشاكل مع الاطراف الثلاثه. نعم، يعني احنا علاقتنا بقبرص ممتازه، علاقتنا باليونان ممتازه، الان علاقتنا بتركيا جيده جدا، وهناك تطبيع تام في العلاقات، قبل ايام تم تبادل السفراء، في زياره مرتقبه للرئيس السيسي الى تركيا. نعم. طبعا مصر بما انها دوله محوريه في اقليم شرق المتوسط بتحاول تقريب وجهات النظر ما بين تركيا وبين قبرص واليونان، وبالمناسبه من بين الاسباب والدوافع التي حركت رغبة تركيا في التطبيع مع مصر كان تطلع تركيا لقيام مصر بدور في الوساطة لحلحلة الصراعات والأزمات ما بين تركيا وكل من قبرص واليونان، وهذه الصراعات مركبة داخل فيها أبعاد دينية سياسية استراتيجية اقتصادية. أول حاجة هناك رغبة في ترسيم الحدود البحرية لتركيا في شرق المتوسط والتوافق مع قبرص واليونان، تقاسم ثروات شرق المتوسط، مصر ما عندهاش مشكلة حدودها مترسمة، ملناش نقاط تماثل مع تركيا ولا مع قبرص ومع اليونان، وبالتالي أنت وسيط نزيه لا تنحاز لأي طرف، ليس لديك مشاكل مع أي طرف، وبالتالي الكل يراهن عليك في هذا المضمار. ايضا تركيا تتطلع انها تنضم لمنظمه غاز شرق المتوسط اللي فيها قبرص واليونان ومصر حتى تستطيع ان تحظى بدور محوري في امن الطاقه العالمي وامن الطاقه الاوروبي، لذلك يتطلع كل من مصر وتركيا وقبرص واليونان الى مصر من اجل المساعده في تسويه الازمات والقضايا العالقه ما بين تركيا من جهه وقبرص واليونان من جهه اخرى، واعتقد ان مصر قادره على القيام بهذا الدور لما تحظى به من علاقات وثيقه وثقه متناهيه يتمتع بها الجانب المصري لدى كل صحيح. طيب خليني أنتقل أيضا بمتابعة مصر بمزيد من الاهتمام، نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون الشقيقة والتي أسفرت عن فوز الرئيس جوليوس مادابايو بفترة رئاسية ثانية، صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مصر تقدم التهنئة له على إعادة انتخابه رئيسا لدولة سيراليون في أعقاب عملية انتخابية عكست مدى الوعي الذي يتحلى به الشعب السيراليوني الشقيق، وتؤكد مساندتها له في استمرار العمل على تحقيق تطلعات وأمال الشعب السيراليوني، وأوضح أنه في ضوء عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وسيراليون فإننا نتطلع في هذا الصدد التنسيق خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لبلدينا لدفع مسار العلاقات الثنائية قدما في مختلف المجالات، ونتقدم للرئيس جوليوس مادابايو بخالص التمنيات بالنجاح والتوفيق للشعب السيراليوني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. يمكن كتير من المشاهدين ما يعرفوش دولة سيراليون أساسا فين، لكن زي ما احنا كنا في الخبر اللي قبله، مصر على علاقات قوية بكل الدول، يعني خليني أقول مصر بقت واحة كده ما بين الدول المختلفة. إيه مدى قوة العلاقات بين مصر وسيراليون؟ لأن مصر تتابع هذه الانتخابات والتهنئة و إلى آخره. يعني عايزين نوضح للسادة المشاهدين يا أستاذة رشا إنه السياسة الخارجية للدولة دوائر، في دائرة عربية، في دائرة إسلامية، في دائرة أفريقية، في دائرة أوروبية، في دائرة عالمية، لازم علاقات الدولة تكون منتشرة ومتشعبة، إنك لا تتشرنق ولا تتقوقع داخل الإقليم اللي أنت موجود فيه. إحنا كمصر كان لنا باع في العلاقات مع أفريقيا، وعندنا رصيد هائل، الأزهر الشريف، الكنيسة المصرية، الحضور العلمي والثقافي والحضاري، كان في إسهامات من جانب مصر لدى هذه الدول في مشاريع زراعية، في مشاريع خاصة بالري، كل الخبرات المصرية جندت في هذه الدول ولنا باع ولنا رصيد. لكن أيضا خلال السنوات الثلاثين المنقضية حدث انكماش في الحضور المصري في أفريقيا، حدث تراجع في الدور المصري في أفريقيا. من بين إنجازات السياسة الخارجية المصرية وبلا مجاملة إعادة اكتشاف دوائر كانت مصر تتحرك فيها بنشاط لكنها انكمشت فيها، من بينها قلنا المتوسطية والأفريقية أيضا. النهاردة نحن نعيد إحياء العلاقات المصرية الأفريقية، وأفريقيا بالنسبة لنا هي عمق استراتيجي، أفريقيا بالنسبة لنا هي أمن مائي، لأن نهر النيل فيه 10 أو 11 دولة في حوض النيل، مصر من ضمنهم، فأنت مطالب بتوثيق العلاقات مع هذه الدول عشان أمنك المائي.
مصر بترتبط بأفريقيا باتفاقية الكوميسا اللي هي التجارة الحرة ما بين دول القارة الأفريقية. المنتج المصري بيدخل إلى أفريقيا بأسعار تفضيلية، بمزايا تفضيلية. أيضا يمكن لدولة زي تركيا أو دول أوروبية تجيب المنتج لمصر وتضخه في القارة الأفريقية مستفيدة أيضا من الكوميسا. بوابة، بوابة الأفريقية. هي بوابة أفريقيا الشمالية. نعم. نعم. وتركيا حتى في التقارب مع مصر كانت تأمل إلى هذا الأمر، الاستفادة من العلاقات القوية بين مصر ودول القارة، اتفاقيات التجارة الحرة، الامتيازات التجارية اللي بتحصل عليها مصر من هذه الدول لتكون معبر للبضائع. لذلك دائما مصر تهتم بالدائرة الأفريقية. أفريقيا هي المستقبل. عدد المسلمين في أفريقيا يقترب من 700 مليون. الموارد الطبيعية النهاردة العالم بيتنافس القوى الكبرى، الولايات المتحدة وروسيا والصين، حتى الهند وإيران وتركيا، الكل يتجه إلى أفريقيا. لماذا؟ أفريقيا سوق واعدة، أفريقيا مواد خام، أفريقيا عناصر نادرة. النهاردة بتتكلم عن الليثيوم، بتتكلم عن اليورانيوم، بتتكلم عن مواد بتستخدم في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، بتتكلم عن النفط والغاز والأراضي الزراعية والمواقع الحيوية الجيوسياسية. فأفريقيا قارة غنية للغاية بكل هذه الموارد، وهي سوق أيضا واعدة. وبالتالي إذا كانت الدول تتصارع لكي يكون لها موطئ قدم ونفوذ في أفريقيا، فالأولى إن أنت كمصر كدولة أفريقية رائد في العمل الأفريقي، منظمة الوحدة الأفريقية مصر كانت من الدول المؤسسة ليها، الاتحاد الأفريقي مصر كانت من الدول المؤسسة. النهاردة في مشاريع للربط الكهربائي، مشاريع للربط الطرق، القاهرة كيب تاون. فأنت مرتبط مع القارة السمراء، حتى قضايا القارة السمراء في المحافل الدولية مصر تتحدث باسمها، مسألة الأمن المناخي على سبيل المثال، والأمن البيئي، واللجوء المناخي واللجوء البيئي. في كوب 27 في شرم الشيخ مصر طرحت قضية التعويضات التي تحصل عليها الدول الأفريقية جراء التغيرات المناخية، فكرة التأقلم مع هذه التغيرات. أيضا التحدث باسم القارة السمراء في مسألة اللجوء والهجرة غير النظامية والهجرة المناخية. هجرة مناخية يعني إيه؟ التغيرات المناخية بتؤدي إلى جفاف وتصحر وندرة مياه، تؤدي إلى نزاعات أهلية على الموارد، تبدأ الدول أو المواطنين يهاجروا دولهم، يتجهوا إلى دول أخرى، أو يبقى لاجئ مناخي بسبب تغيرات مناخية أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي، فما عادش عارف يصطاد، ما عادش عارف يرعى، ما عادش عارف يزرع، ما عادش عارف يشتغل، فبيعمل لجوء مناخي لأسباب مناخية. القانون الدولي لحد النهارده مش معترف باللجوء المناخي، بيعترف باللجوء لأسباب الصراع والحروب والنزاعات المسلحة. لكن تيجي تقول له والله أنا كنت راجل برعى الإبل في أفريقيا، وبعدين تغيرات مناخية حصلت، المراعي راحت، المطر توقف، المية قلت، وبالتالي عاد في تصحر وجفاف، فأنا عاوز أروح مكان تاني وفر لي فيه حياة كريمة. يقول له لا، عندك نزاع مسلح؟ ما عندكش، ما أنتش لاجئ. النهارده القانون الدولي بيحاول يعمل إعادة هيكلة وتكييف لوضع اللاجئ المناخي أو اللاجئ البيئي. مصر بتتحرك في هذا الإطار في كوب 27 وفي كوب 28 في الإمارات أيضا لطرح هذه القضايا. فمصر تعتبر محامي القارة السمراء أمام المجتمع الدولي، تتحدث باسمه في كافة المحافل والقضايا، ودي عودة حميدة لمصر إلى الدائرة الأفريقية التي افتقدناها طويلا خلال السنوات الماضية. صحيح. طيب خليني أنتقل لخبر آخر، حيث شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في احتفالية سفارة مصر في بروكسل للاحتفال بذكرى ثورتي 30 من يونيو والثالث 23 من يوليو. قال أبو العينين في كلمته خلال الاحتفالية التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مصر بها إمكانيات عظيمة، واستطعنا أن نحقق في 6 سنوات ما لم يتحقق في 25 عاما. وأضاف محمد أبو العينين منذ عام 2013 وحتى 2020 تضاعف إجمالي الناتج الوطني 5 مرات، وشققنا 25,000 كيلومتر من الطرق، وشيدنا 27 مدينة جديدة بجوار المدن القديمة تمثل إضافة بنسبة 7% لمساحة مصر. وتابع محمد أبو العينين: ندعو زملائنا المستثمرين الذين تربطنا بهم علاقات قوية للاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والكهرباء والغاز الطبيعي في مصر. وأكمل أبو العينين: أطلقنا مشروعا كبيرا للكشف عن النفط والغاز في مصر، وبعدما كانت مصر تستورد غاز ب2 مليار دولار، أصبحنا نتمتع بفائض ومصدر منه. أنا امبارح تابعت كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في برنامج زميلنا أحمد موسى، هي كانت كلمة في احتفالية، ووقف قدام الناس، هو ما كانتش كلمة، هي كان خليني أقول استعراض لما قامت به مصر في السنوات الأخيرة.
وكان استعراض وافي، وما وقفش بس عند، هو اتكلم على قانون الاستثمار، اتكلم على السياحة، اتكلم على المتحف المصري الجديد، اتكلم على الطرق، اتكلم على الجامعات، اتكلم على حاجات. شايف هذه الكلمة في مثل هذه المناسبة في تجمع يضم فوق الألف مدعو في مثل هذا التجمع، هذه القوة وهذا العرض لما قامت به مصر، شايف المجهود اللي بيقوم به ممكن يعمل ايه؟ برضو خلينا اعرف السادة المشاهدين ايه هي بروكسل. بروكسل عاصمة بلجيكا، بلجيكا فيها مقر الاتحاد الاوروبي، فيها مقر حلف شمال الاطلسي، فانت لما بتتكلم في بروكسل انت بتتكلم مع كل اوروبا، يعني دي قلب اوروبا. بلجيكا دي دولة صغيرة جدا، وبروكسل عاصمة صغيرة جدا، انا طبعا زرتها، مشهورة بالشوكولاتة، انك تقدر تاخد كل انواع الشوكولاتة من هناك، لكن هذه العاصمة الصغيرة تفاجئ انها زحمة جدا على الصعيد السياسي، زحمة جدا على الصعيد الامني والاستراتيجي، ان حلف شمال الاطلسي اللي بيضم 31 دولة، وبالمناسبة في اجتماع لحلف شمال الاطلسي في ليتوانيا يوم 11 و12 بتكلم عن انضمام السويد، وان تركيا معطلة انضمام السويد، مقدمة مطالب علشان اوافق على انضمام السويد، قدموا لي مطالب معينة وشروط معينة. فتلاقي ان هذه العاصمة الصغيرة عمال تقابل مسؤولين عسكريين واستراتيجيين على مستوى العالم والاتحاد الاوروبي في هذا البلد، واختاروا بروكسل علشان خاطر شايفين بلجيكا بلد صغيرة، فعايزين يعوضوها انه ما تخافوش ان الاتحاد الاوروبي دولة زي المانيا، دولة زي فرنسا ممكن يبقى تأثيرها اقوى، لا، الدول الصغيرة تستضيف المقر. فعشان كده لما نتكلم يعني عن مصر، يعني النائب محمد ابو العين راح عرين الاسد، بالضبط راح عرين الاسد، عرين الاسد، نعم، ان الاتحاد الاوروبي، نعم، هذا الكيان الضخم المؤثر اللي هو اكبر شريك تجاري ليك كمصر، يعني من حيث الجوار الجيوسياسي هو اقرب شريك تجاري ليك، من حيث العلاقات التجاريه اهم شريك تجاري دولي لمصر هو الاتحاد الاوروبي، نعم، معانا مشاريع للغاز، بنصدر له غاز، بنصدر له ربط كهربائي، يعني مشاريع تجاريه، استثمارات، وبالتالي انت تتحدث مع عاصمه اوروبا. هذه هي بروكسل لمن لا يعرف بروكسل او بلجيكا، علشان كده دايما الناس تسمع في الاخبار بروكسل تؤكد انه العلاقات مع روسيا كذا، ايه بروكسل؟ مش بلجيكا، ده الاتحاد الاوروبي، نعم، برضه لما بنيجي نتكلم الناتو، عاصمه الناتو، فبالتالي انت تخاطب اوروبا، انت تخاطب العالم الغربي. لما نتكلم عن 30 يونيو ونوضح للناس في اوروبا 30 يونيو عملت ايه؟ تصحيح المسار، يعني قبل ما نتكلم عن التغيرات اللي حصلت في البنى التحتية، الإنجازات، المدن، زيادة مساحة مصر، كنا دايما عندنا مشكلة نقول وإحنا بندرس لأولادنا أو إحنا بندرس إن المصريين يعيشون على 4.5% من مساحة مصر وسايبين بقية البلد صحراء، ونقعد نقول الدنيا زحمة، الدنيا مش زحمة، هي سوء توزيع ديموغرافي وجغرافي للسكان. النهارده من ضمن المشاريع الاستراتيجيه اللي الاداره الحاليه بتعملها هي ايه؟ ان احنا نعيد توزيع السكان بشكل عادل على الارض، فبقينا بدل ما كنا 4.5% بقينا 7%، بقينا 12% المشروع الطموح بتاعنا، مدن جديده، كيانات جديده، نهر جديد بتعمله في الصحراء الغربيه، تعيد احياء مناطق واقاليم جديده في الدوله المصريه. ده ما كانش ممكن يحصل لولا تصحيح المسار. انت في 2013 لو كانت مصر استمرت في المسار اللي هي فيه كان هيبقى الوضع كارثي ومأساوي بكل المقاييس، فانت تدخلت في الوقت المناسب وعملت عملية انقاذ وتصحيح للمسار. ده باختصار 30 يونيو، لان الاخطاء التاريخية للامم اصلاحها بيبقى صعب جدا ومكلف جدا. احنا تحركنا، الشعب اتحرك ونادى القوات المسلحة، استجابت للنداء، صححنا المسار، وانطلقنا بعد ذلك في مشاريع تنموية لم تشهدها مصر من قبل. الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، احنا كان عندنا مشكلة في امن الطاقة، يمكن المواطن ما يعرفش ان المفهوم الشامل للامن القومي للدوله نازله، لما تيجي تتكلم عن الامن القومي يقول لك حدودنا الشرقيه، حدودنا الجنوبيه، حدودنا الغربيه، الاتجاهات الاستراتيجيه كلها، فاكر ان ده الامن القومي. الامن القومي اكبر من الامور العسكريه، في امن الغذاء، في امن الطاقه، في امن الانساني، في امن المناخ، في الامن المجتمعي، ابعاد متعدده للامن القومي. احنا امننا لامن الطاقه كان بيتعرض لتهديد، لانه بنستورد البترول، بنستورد الغاز، النهارده عندنا فائض وبنصدر للخارج. مساله الامن الغذائي كان عندنا مشكله ان استيرادنا للقمح 80% بنستورده، النهارده عملنا صوامع، زودنا المساحه المنزرعه، نوعنا مصادر الاستيراد، فقللنا الاعتماد على الخارج في مساله القمح والزيوت والاسمده وغيرها. انت بتتحرك في اتجاهات متنوعه انك تحفظ الامن القومي لهذه الدوله بكل ابعاده، غذائي،
رقاقة، إنساني، مجتمعي، كل أنواع الأمن للدولة أو كل فروع الأمن للدولة. ما كان هذا ليحدث لولا 30 يونيو. طب خليني أتكلم على الدور اللي بيقوم بيه سيادة النائب محمد أبو العينين في هذا العرض أمام يعني زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو كوكبة من الاتحاد الأوروبي. يعني هذا الدور يعني ممكن نصفه بإيه؟ الدبلوماسية البرلمانية. نعم، احنا عندنا انواع من الدبلوماسية في علم الدبلوماسية وعلم العلاقات الدولية، عندنا الوان متعددة من الدبلوماسية، في دبلوماسية رياضية، في دبلوماسية ثقافية. لو نفتكر حضرتك هنري كيسنجر اللي احتفل بمرور 100 سنة او عيد ميلاده 100 من كم اسبوع، الراجل ده عمل دبلوماسية رياضية، العلاقات الصينية الامريكية كانت في قطيعة، بعت فريق بينج بونج يعني فريق بينج بونج يلعب تنس طاولة مع الصين في سنة 72 علشان يعيد العلاقات، فسميت بدبلوماسية البينج بونج في العلاقات الدولية. عندنا دبلوماسية ثقافية، دبلوماسية سياحية، في دبلوماسية برلمانية، انك مش بتكتفي ان وزارة الخارجية ووزير الخارجية والطاقم الدبلوماسي بتاعك هو اللي يقوم بتطوير العلاقات، وانما ايضا البرلمانيين يسافروا لدول تانية، يلتقوا ببرلمانيين، يلتقوا بمسؤولين سياسيين، يلتقوا بالرأي العام، زي الدبلوماسية الشعبية اللي هي people to people diplomacy، انك بتبعت الناس تتواصل، الفنانين، رجال العلم، رجال الدين، كل دي دبلوماسية بتمارس على اكتر من مستوى. الازهر بيمارس دبلوماسية، الكنيسة القبطية المصرية بتمارس دبلوماسية، وبالتالي هذه دبلوماسية برلمانية. نائب برلماني يتواصل مع برلمانات العالم وبالذات الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي، انت تقوم بدور دبلوماسي مؤثر ومهم للغاية، وبتخاطب العالم انه يتواصل معنا تجاريا وثقافيا واقتصاديا، وتوجه الدعوة للاستثمار. هذا ما يجب ان يقوم به النائب البرلماني في عصر العولمة وعصر الدبلوماسية البرلمانية. وهو نشط سيادة النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، نشط في هذا الموضوع بشكل كبير، يعني هو بيتحرك دائما على مش بس الاوروبي، يعني هو بيتحرك على كل الاصعدة من أجل توضيح الجمهورية الجديدة يعني أمام العالم. طب خليني أنتقل لنقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، تحت عنوان قانون التحالف أمام البرلمان. وقالت: اليوم يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تلك الفكرة الرائعة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية العام الماضي، بإنشاء التحالف ليجمع المؤسسات والمنظمات الأهلية كلها تحت مظلة واحدة. والتحالف الذي ولد شابا يجمع تحت مظلته 250 ألف متطوع من شبابنا الجميل يعملون بدون مقابل حبا في الخير وعمل الخير، يطوفون ربوع مصر وفقا لقاعدة بيانات شاملة تجمع كل المستحقين للخير وتصل إليهم في كل مكان، دون أن يكون هناك تركيز على أماكن وتكرار تقديم الخدمات أو نسيان أماكن أخرى. والتحالف الذي انطلق في مارس 2022 يضم أكبر مؤسسات العمل الأهلي في مصر، ويقوم بمبادرات قوية مثل قوافل ستر وعافية وكتف في كتف وازرع وغيرها. وبسبب هذه الجهود المخلصة وصل الخير إلى كل ربوع مصر، مساعدات مادية وعينية وبناء وتنمية وقوافل طبية ومهرجانات للأطفال، فنية وثقافية أدخلت البهجة على قلوب أهالينا في القرى والكفور النائية. شكرا سيادة الرئيس وشباب بلادي، بفضلكم أصبح التحالف امتدادا للعمل الأهلي في مصر بتاريخه الطويل منذ عهد الفراعنة قديما ومنذ أكثر من 200 عام في التاريخ الحديث، حين تبرعت الأميرة فاطمة بقصرها ليتحول إلى جامعة القاهرة الأهلية لتصبح منارة علمية وفكرية. وفي تصوري أن الفكرة الرائعة للرئيس السيسي أحدثت حراكا كبيرا ونقلة قوية للعمل الأهلي في مصر، وهي فكرة تعكس مدى انشغاله واهتمامه بكل مواطن على أرض مصر، ويكفي حرصه على حضور فعاليات ومؤتمرات التحالف وزياراته لقرى مصر من شرقها لغربها سواء الصعيد أو الوجه البحري، وحرصه الشديد على تكريم المتطوعين وأصحاب المؤسسات الخيرية أعضاء التحالف وذوي المواهب والقدرات الخاصة. ومن قراءتي لمشروع القانون أعتقد أنه مصاغ بحرفية عالية وتوازن شديد من أجل تنظيم العمل وتأصيل وتعميم الاستفادة بالتحالف وكيفية الانضمام إليه أو الانسحاب منه، وضمان الحرية التامة للمؤسسات تحت مظلته.
ومن رأيي أن من أهم مواد القانون أنه يضمن استمرار المشروع بتوفير عوائد له، فقد نص على السماح للتحالف بتأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته. والمطلوب من هذا القانون أن يحافظ هذا التحالف على استمراريته ودعم أعضائه ومتطوعيه، وأن يصدر بحجم الآمال المعقودة عليه في ضمان حياة كريمة للقاعدة العريضة من المصريين المستفيدين منهم. أنا لما أصل لنقطة إن أنا دلوقتي بناقش قانون أمام البرلمان، قانون التحالف الوطني ده، أنا بعتبره مش نجاح بس لهذا التحالف، ده تفوق. وأعتقد إنه هذا التحالف، اسمح لي إن أنا أقول، يعني أنا بقول رأيي المتواضع كمواطنة، إنه بعد ما كان مؤسسات المجتمع المدني يشوبها ما شابها من اتهامات وكان هناك بالفعل مؤسسات، أصبحت الآن مصدر ثقة ليس فقط للدولة ولكن أيضا للشعب. برضو كالعادة خلينا نبسط للناس ونوضح لهم المشاهدين الكرام إيه التحالف وإيه الأهلي. يعني الناس بتسمع الكلام كده، الناس متعودة دايما إن التنمية اللي بيعملها الدولة، الحكومة، كل حاجة الحكومة، رغيف العيش الحكومة، البيت الحكومة، رصف الطرق الحكومة، بيحصل تطور في الأداء التنموي. بمعنى إيه؟ مش بس الدولة هي اللي مسؤولة عن التنمية، المواطن هو كمان مسؤول عن التنمية. فأصبح عندنا ثلاث شركاء: الدولة، القطاع الخاص، القطاع الأهلي. قطاع أهلي يعني إيه؟ ناس مننا، من وسطنا، بتيجي تعمل جمعيات هدفها إزاي نفكر في نخدم المواطن، نعمل لك مدرسة جنب الدولة، يعني ما تنتظرش إن الدولة هي اللي تعمل ده. والله المستشفى اللي عندنا في البلد أو في القرية أو في النجع ناقص إمكانات كتيرة جدا جدا، هل لازم أروح وزارة الصحة وأقول طب وزارة الصحة مثقلة بأعباء كتير؟ فتطلع جمعية أهلية تقول إحنا عندنا مصدر تمويل نقدر نطور المدرسة دي، طب أنتوا عاوزين حضانة، طب ما عندكوش مية شرب نظيفة، نقدر نيجي نعمل ده إلى جانب الدولة، ما تنتظرش إن الدولة وحدها اللي تعمل. هو ده العمل الأهلي أو ده القطاع الأهلي. طيب اللي حصل ايه؟ انه كان بيشتغل بشكل عشوائي او بمبادرات فرديه، ما اعرفش جمعيه كذا جمعيه كذا بتشتغل، لا ده احنا جينا عملنا تحالف، الناس دي كلها تبقى تحت مظله واحده، وبعدين بنعمل حاجه مهمه جدا، الشرعنه والتقنين والمأسسه. يعني ايه الثلاثه دول؟ انه بدل ما الجمعيه دي في كفر الشيخ ودي في المنصوره ودي في اسيوط بتشتغل، لا احنا هنيجي نعمل قانون موحد ينظم عملها، ويبقى فيه مؤسسة هي المظلة اللي كل بيشتغل تحتها، وتنظم طريقة العمل والأداء وتوزع وينسقوا مع بعض، علشان مش كل المشروعات تنصب في جهة واحدة. لا ده احنا لازم نوزع بقى، المحافظة دي محتاجة أكتر، دي عندها أزمة في التعليم، دي عندها أزمة في الصحة، دي محتاجة طرق، دي محتاجة مية شرب نظيفة، وبالتالي أنت تنسق وتدير بحرفية ومهنية تحت مظلة القانون ومؤسسات الدولة. ده اللي هيجنبنا اللي حضرتك تفضلت بالإشارة ليه من شوية، وهو إن في مؤسسات بتقول إحنا أهلية بس لها أجندات خارجية، بياخد فلوس من بره، وبعدين داخل بيضرب الوحدة الوطنية في البلد، داخل يدور على السلبيات اللي في المجتمع ويدي تقارير مغلوطة، ده كان بيحصل زمان. مؤسسات عايزه تشتغل ومنظمات بره بيقول له والله قول لي مصر ايه المشاكل اللي في مصر. 2010 لو ما فيش مشاكل بيوجد مشاكل، واحنا كنا لمسنا ده. يعني نيجي نسافر بره في مؤتمرات يقول لك انتوا عندكم حق في مصر ان في ظلم واضطهاد لمعرفش فئات معينه، زي مين قال لك؟ في تقارير بتيجي من مصر، جت التقارير دي منين واتعملت ازاي؟ نقول لهم يا جماعه التقارير لازم يتعمل بناء على دراسه ويبقى في استطلاع راي وتكون المعلومات موثقه، شوف انت بتاخد معلوماتك من مين وعلى اي اساس. كل ده كان موجود قبل كده، النهارده انت عملت شرعنه وتقنين. معلش دكتور بشير اسفل المقاطعه، حتى كانوا بيعملوا مشاريع مثلا تعليم مدارس كده، بس كان وراها هدف وكانت موجهه. كانت موجهه بالظبط، يعني لا اهداف سياسيه ولا اهداف اخرى. غير سياسيه، وكانت بتعمل مشاكل على المدى الطويل في الدوله. النهارده انت عملت تصحيح مسار للعمل الأهلي، إعادة هيكلة العمل الأهلي بما يعود بالنفع على المواطن، لأنه دايما العمل الأهلي الهدف منه هو حياة أفضل للمواطن، مش أجندة سياسية لدولة أو لجهة أو لمؤسسة أو لحزب سياسي. لا، انت الهدف عندك هو المواطن بالاساس، انك توفر له حياه افضل بالتعاون مع جهود الدوله، لان زي ما قلنا وده مش موجود بس في مصر على فكره، ده في العالم كله، ان بطل تعتمد على الدوله تبقى الدوله هي كل شيء وتنتظر من الدوله كل شيء، لازم تكون في مبادره من قبل المجتمع المدني، ده اللي بنسميه سيفل سوسايتي او المجتمع المدني الاهلي اللي هو بيتعاون مع الدوله في التنميه. احنا النهارده عملنا اطلقنا المبادره في مارس، وده شيء رائع، في مارس 2022 النهارده بنقنن وبنطلع قانون، والانجازات اللي تحققت من مارس
2022 لحد النهارده انجازات هايله وعلى كل المستويات والاصعده، بان بالفعل نشاط حقيقي للعمل الاهلي في مصر الى جانب ما تقوم به الدوله. طيب خليني اروح خبرنا الاخير هو من الشان الدولي، حيث اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن ان الولايات المتحده دمرت اخر مخزوناتها من الاسلحه الكيماويه لتستكمل بذلك عمليه بدات عام 1997 عندما وقعت الاتفاقية العالمية لحظر هذه الأسلحة الفتاكة بحسب سكاي نيوز. قال بايدن في بيان: منذ أكثر من 30 عاما تعمل الولايات المتحدة بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية. اليوم أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة دمرت بأمان الذخيرة الأخيرة في هذا المخزون، وهو ما يقربنا خطوة إلى الأمام نحو عالم خال من أهوال الأسلحة الكيماوية. كان الموقعون الآخرون لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لعام 97 قد دمروا بالفعل احتياطاتهم، وفق ما أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس في مايو. في سياق متصل، قطعت الولايات المتحدة الطريق أمام التكهنات وأعلنت تقديم ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا رغم معارضة المنظمات الحقوقية التي طالبت واشنطن بعدم تزويد كييف بهذه الأسلحة المحرمة دوليا التي يبدو أنها ستكون أحدث الأسلحة الفتاكة في الحرب الروسية الأوكرانية. واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قرار منح أوكرانيا الذخائر العنقودية كان صعبا للغاية. صعب على مين؟ عليه ولا هتبقى عليهم؟ يعني كان صعب عليه، يعني الخبر يعني شايل حاجتين، في تناقض، في تناقض مرعب، مش تناقض طبيعي، تناقض مرعب. انت فرحان وبتعلن ان انت دمرت الاسلحه الكيماويه، مع ان يعني معلش انا همشي ورا نظريه المؤامره بعض الشيء، هي مش قالوا انه كوفيد 19 ده مصنع ومخلق وتم زرعه؟ طب ما هو ده سلاح كيماوي. نعم. يعتبر، ما انا يعني بيولوجي. ما بيولوجي يعني، ما فرق ايه يعني؟ هو انت الاسلحه الكيماويه مش تم استخدامها او تم اختبارها، بلاش استخدامها، اختبارها في سوريا؟ استخدمت، واستخدمت في الحرب العالميه الثانيه، واستخدمت، ده من اقدم الاسلحه على فكره. طب انا بتكلم اهو، ده بيسموها سلاح الفقراء. ده مش هرجع يعني الحرب العالميه، ده انا برجع قريب قوي وقريب جدا يعني. نعم. مش واستخدمت في العراق؟ مش حصل؟ نعم. طيب يعني احنا بنتكلم في ايه؟ برضو خلينا يا استاذ رشا زي ما تعودنا في البرنامج ان احنا نوضح للناس الصوره. في حاجه اسمها اسلحه الدمار الشامل، ويبونز اوف ماس ديستراكشن. دول ثلاث انواع من الاسلحه. اسلحه بيولوجيه اللي حضرتك قلتي بقى كورونا وغير كورونا، اللي بتعتمد انك تستخدم فيروسات او جراثيم، ودي اسلحه برضو بتستخدم من زمان وقديمه وطلبت كليه العلوم يعملوها، ما هيش حاجه معقده قوي يعني. النوع الثاني الاسلحه الكيماويه، وده برضو مش معقد جدا، ده بسيط جدا وطلبت كليه العلوم برضو بيعملوه. النوع الثالث من الاسلحه، اسلحه الدمار الشامل، الاسلحه النوويه، النيوكلير ويبنز. المشكله ان الثلاث منظومات دول متاحين في العالم بشكل كبير جدا، صحيح اقلهم النووي، 9 دول بس في العالم هي اللي عندها الاسلحه النوويه، لكن الولايات المتحده بتتفاخر والرئيس بايدن بيقول لك انا خلصت الاسلحه الكيماويه، بس عندك بيولوجي وعندك نووي. وبتطور النووي، بتخليه يوزابل اكتر، بمعنى انه السلاح النووي نوعين، استراتيجي وتكتيكي. استراتيجي زي اللي استخدم في هيروشيما وناجازاكي انك تدمر مثلا نص دوله. النهارده التكتيكي ممكن تدمر هدف استراتيجي محدد، سد ضخم، مدينه صغيره، مجمع صناعي، مجمع عسكري. النهارده امريكا عماله تطور في الاسلحه النوويه التكتيكيه القابله للاستخدام. النووي الاستراتيجي الضخم ده في خوف انك تستخدمه عشان الاثر التدميري العالي، لكن النووي التكتيكي ده بتدوس على الزرار بيطلع صاروخ عليه قنبله صغيره جدا، دمر لي المدينه دي، دمر لي السد ده، دمر لي المصانع دي، فسهل جدا انها تستخدم. امريكا عماله تطور في الصواريخ، الفرط صوتيه اللي هي فوق سرعه الصوت بمراحل، والعابره للقارات والباليستيه والاقمار الصناعيه للتجسس، فانت عمال تطور اسلحه متطوره للغايه اللي بنسميها سمارت ويبنز او الاسلحه الذكيه، انها بتروح للهدف وتستخبى وتطلع وتنزل وتلف وترجع تاني، فانت بتعمل تطوير مذهل في مجال التسلح، بتسد باب وتفتح لي 10 ابواب اخرى، وده اللي حصل مع القنابل العنقوديه. دي محرمه دوليا، اسرائيل بتستخدمها ضد العرب وضد الفلسطينيين، تقوم تديها النهارده وامريكا استخدمتها في العراق، وامريكا استخدمتها في العراق وفي افغانستان. مطار العراق اتضرب يا فندم بقنابل
قنابل عنقودية، وكان الهدف مجموعة من الضباط العراقيين كلنا عارفين وعارفين تأثيرها حصل إيه كمان. ده النهاردة بيطرح سؤال، إلى أي مدى في جدية وعدالة في مسألة الأرمز كنترول أو الديس أرممنت اللي هي مسألة ضبط التسلح؟ إنك تيجي في مجال معين وتقول والله أنا وقفت النوع ده من الأسلحة، لكن بتطور أنواع أكثر خطورة صحيح. وأكثر تدميرا، الأثر التدميري بتاعها أكبر بكتير. علشان كده العالم، عارفة حضرتك العالم بينفق على التسلح كل سنة أكتر من السنة اللي قبلها، على التسلح وعلى ميزانيات التسلح وعلى تطوير الأسلحة وعلى مبيعات الأسلحة بشكل كبير جدا. فإحنا بنقول للولايات المتحدة والله يا ريت هذا التوجه يكون عام، أولا يشمل كل المنظومات التسليحية زي النووي والبيولوجي والكيميكال وكل الأسلحة والصواريخ الفرط صوتية. نمرة 2، يا ريت كل الدول تعمل ده مش دول بعينها، ويا ريت ما يبقاش فيه تناقض، ما نبقاش نعمل حاجة في مكان ثم نعمل عكسها في مكان آخر. مطالبك كتير قوي يا دكتور بشير. من حقي. مطالبك كتير قوي. يعني ما يعني البرنامج فيه ديمقراطية في بلد ديمقراطية. بس مطالبك كتيرة يعني أحلامك كبيرة كمان. أنا بشكر الكاتب الصحفي الدكتور بشير عبد الفتاح، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون انتهت فقرتنا الإخبارية، لكن حلقتنا لسه ما خلصتش. فاصل وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم.